أيها الإخوة الكرام، الشيء الذي أتمنى أن يكون واضحاً أن الذي ينهزم أمام نفسه، أن الذي يضعف أمام شهواته، أن الذي يضعف أمام مصالحه، أن الذي يضعف أمام حظوظ نفسه، لا يمكن أن يواجه نملة. لذلك من أدق الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أفضل الجهاد جهاد النفس والهوى. المهزوم أمام نفسه كيف يواجه عدواً؟ المهزوم أمام شهواته كيف ينتصر للحق؟ قصة أضعها بين أيديكم. رجل ممن كان في عهد رسول الله يصفه كتاب السيرة بأنه دميم جداً، جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ماذا علي أن أفعل؟ قال: عليك أن تشهد أنه لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان. قال: إن فعلت ما لي عند الله؟ قال: إن فعلت هذا فأنت معي في الجنة. فقال: يا رسول الله، ما بال هؤلاء الذين حولك لا يزوجونني؟ الدمامة ليست ذنبي، هكذا خلقني الله عز وجل. تأثر النبي له وقال: اذهب إلى بيت فلان وقل لهم إن رسول الله زوجني ابنتكم. فذهب إليهم، فلما رآه الأب طرده: لا يعقل أن يكون هذا زوجاً لابنته، يبدو أن البنت سمعت مقالة الرجل ورد أبيها. فقالت: يا أبتي، ألا تخشى أن يسبقك الوحي إلى رسول الله فينبئه بما فعلت؟ إنك إن رفضت من أجلي فأنا راضية به. أنا الأصل، إنك إن رفضت من أجلي فأنا راضية به، هذه رغبة رسول الله. فانطلق الأب سريعاً إلى رسول الله وقد عاتبه النبي، قال: والله يا رسول الله، ظننته كاذباً، وأشهد الله أنني زوجته إياه. جيء بالشاب إلى رسول الله لا يملك شيئاً، قال: يا علي ويا عبد الرحمن ويا سعد، احملا عنه المهر. هكذا كان أصحاب رسول الله، فحمل أصحابه السلاسة عنه المهر ونقدوه 600 درهم، وانطلق إلى السوق ليشتري جهاز البيت ليكون عرسه في هذه الليلة. فإذا بمنادي الجهاد ينادي: يا خيل الله اركبي. ماذا يفعل هذا الشاب الذي لم يكن يحلم بالزواج وقد أتيح له أن يتزوج، وفي يوم عرسه دعي إلى الجهاد؟ فانطلق مع رسول الله واستشهد في المعركة. تأثر النبي تأثراً بالغاً، وقد تروي الروايات أنه كفنه بيده وصلى عليه ودفنه وبكى كثيراً وقال: إنه معي في الجنة. وقال أيضاً: الله جل جلاله أبدله خيراً من زوجته. وقد وصف كتاب السيرة بأنها كانت جميلة جداً، أبدله الله خيراً من زوجته. وحينما سمع النبي مقالة الفتاة الرائعة: يا أبتي، إن كنت رفضت من أجلي فأنا راضية به، هذه رغبة رسول الله، قال لأبيها: بارك الله لك بابنتك، بارك الله بعمرها وبمالها. تروي السير أنها كانت أطول الصحابيات عمراً، وكانت أغناهن مالاً. أيها الإخوة، حينما يكون المسلمون بهذا المستوى يفتحون العالم،
وتدين لهم الشعوب، لأن أصحاب رسول الله حينما أحبوا الله وانصاعوا لأمره وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس كانوا رعاة الغنم فصاروا قادة الأمم. أيها الإخوة، والله لا أكلفكم ما لا تطيقون، والله أضع نفسي مكانكم وأكلف نفسي معكم، ألا تستطيع أن تجاهد نفسك وهواك؟ ألا تستطيع أن تجاهد نفسك وهواك؟ دعك من الجهاد القتالي إلى موضوع آخر، دعك من حدوده وتفصيلاته ومشروعيته ومن يقوم به، دعك من كل هذا. ألا يستطيع المسلمون أن يجاهدوا أنفسهم وأهواءهم؟ ألا يستطيع أن يقيموا الإسلام في بيوتهم؟ ألا يستطيع أن يحكموا الشرع في أعمالهم؟ ألا يستطيعون أن يحكموا الشرع في كل خلافاتهم؟ ألا يستطيعون أن يبتعدوا عن كل شبهة لا ترضي الله عز وجل؟ أيها الإخوة الكرام، الموضوع دقيق جداً. ذلك أن من أهم أنواع الجهاد أيها الإخوة هو جهاد النفس والهوى. الجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار والمنافقين. دعونا من جهاد الكفار والمنافقين إلى موضوع آخر. جهاد النفس، قال أحد العلماء الأجلاء: جهاد النفس أربع مراتب. أنا أضع يدي على الجرح، أنا أنطق بما أنتم قادرون عليه، لا أكلفكم ما لا تطيقون، وهذا متاح لأي مسلم في أي مكان دون أن يكون مسؤولاً من أحد. جهاد النفس والهوى. جهاد النفس أن تحملها على تعلم الهدى ودين الحق، أن تطلب العلم، أن تعرف لماذا أنت في الدنيا، أن تعرف ما مهمتك في الدنيا، لماذا أنت مخلوق، لماذا خلقت وسوف نموت جميعاً، ما حكمة الموت، ماذا بعد الموت. هذه حقائق مصيرية الناس في غفلة عنها، تأخذهم سفاسف الحياة، يعيشون الجزئيات، يعيشون الترهات. هذه عقيدة مصيرية، لماذا أنت في الدنيا؟ حينما تطلب الحقيقة، حينما تطلب العلم الشرعي، حينما تصحح عقيدتك، حينما تعرف سر وجودك وغاية وجودك، حينما تعرف ماذا أراد ربك من خلقك في الدنيا، حينما تعرف ما أثمن شيء في الدنيا، من هذا الذي يطلب العلم؟ يعني إذا جاء وأدرك ركعة مع خطيب الجمعة يقول أدركنا الجمعة، وحينما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أجمع العلماء على أن ذكر الله هي الخطبة. الحد الأدنى من التعليم خطبة الجمعة، فما بال معظم المسلمين يبحثون عن مسجد فيه جهد قليل، إما مسافته أو طول خطبته، كي ينتهي منها، وكأن حملاً على ظهره قد نزعه عنه. أيها الإخوة، دخلنا في صميم الخطبة. أحد أنواع الجهاد، جهاد النفس والهوى، أن تطلب العلم، أن تعرف من أنت، أنت المخلوق الأول، أن تعرف ما مهمتك في الدنيا، أن تعرف علة خلقك من أجل أن يصحح عملك. هذا الجهاد الأول، أن تحمل نفسك على طلب الحق ومعرفة الهدى ومعرفة كتاب الله وسنة رسوله. هذا يحتاج إلى وقت. هذا الذي يقول لا وقت عندي، عندك وقت لماذا إذن؟ عندك وقت لماذا؟ ماذا تجيب الله يوم القيامة؟ كنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين،
حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين؟ وعزتي وجلالي لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي. وكنت عندي مذموماً، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين